اسمع شعرنا وصير ريشة بجنح طير، يختلف عدنا هواي حتى العسل غير. نرجع لمن لعمر، عمر القرغولي طبعا شاعرنا من الموصل. انت تميزت بلون جميل يكتبوه اهلنا وحبايب قلبنا بالغربيه، الف تحيه لهم، اللي هو الزهيري. والله يعني هو صراحه اختصاص الغربيه بالضبط. انا هسه دا اقول انتم تكتبوه بطريقه جميله جدا. حتى العتابه شيء، العتابه اكيد معروفين بها. انا كلش احب هذا اللون الزهيري، فيا ريت شوية تحكي لنا وهواية تسمعنا. يعني شلون يعني شوية تحكي لنا وهواية تسمعنا؟ شوية تحكي لنا عن الموضوع وهواية تسمعنا زهيريات. إن شاء الله. حتى دارك الوقت، لأنه أنا مرد أسمع هواية مشتاق السيف وهواية مشتاق العمر. بالضبط. الزهيري تعرفين هو يعني يكتب عادة بالغربية، وهن بالغربية يتداولوه مثل الغذاء. بالضبط. ويا السوالف. وهواية أكو ناس يكتبوه بالفطرة. نعم. يعني على البحر البسيط يكتبوه مو شاعر، بس يكتبه ماخذه على السمع. مثل الأبوذية، مثل الأبوذية، يعني إذن الموسيقية يقدر يكتب صح. فاهل فهاوى اكتلى فاهد فنى فاطمة. حلو. فاهل فهاوى اكتلى فاهد فنى فاطمة، قلب بمحبتش طفل ليها السماء. فاطمة. فاطمة سألوني عن فاطمة، قلت لهم فاطمة بنت الرسول التي بحشاشتي عايشة. الله. وهذا شعوري بها منذ الصغر. عايشة. عايشة سألوني عن فاطمة شو تصير من عائشة. عايشة قلت لهم عايشة ما أخذها أبو فاطمة. الله الله الله. تجرب هذا الوطن، تجرب هذا الوطن كل الصعب مو سهل. وديان دم انتلت من شعبنا مو سهل. سألوني عن العدو برقابنا مو سهل، ذبح عروق الشعب قلت لهم كلا ما يقدر أبتشي لأن أعراقنا كلما يمكن على أعراقنا موسى الله من كلمة قال العراقي شهم خوش زلمة مو سهل. الله الله يسلمك. جميل. الله يسلمك. حبيت عمر كلش حلوة هذه الأبوذيتين، بهن معاني جميلة. لا تسحقين شهد مو أبوذيتين، زهيري. العفو زهيري. فيها مجال معول، فيها مجال. والمصحف صوت المخرج بعد لأنه دا أسمع صوتي. اوكي مو مشكلة. عمر صح لسانك. يسلمك يا رب. ونسمع سيوفي من عندك. نسمع، احنا راح نسمع ان شاء الله مساجل. نسمع عمر. يصير تناغم انت وعمر. بس ما قلتي ان الوردة ما تتشلمه. ها؟ ليش مو انت ضيوفي؟ ما لها علاقة، احنا غير اصدقاء وقاعدين. اكيد اكيد. بس لأمك. احنا خوة. خوة جوي. حلو. اوكي. هذه انا مو وردة، انا قلم هذا اكتب به شعر بالبيت. فهذا إلي. حلو. أبعيد الحب ماكو وردة أحد يستاهلها بقد ماما. الله الله يفضل يا رب. ألف تحية لوالدتي وأنتي كل حياتي. الإنسان الطيب الرائع. الله يسلمك عمر. لوين ظنوني يتيم أنا بغيابك، يتيم أنا بغيابك داري ليتام، يتيم أنا بغيابك داري ليتام، أو سكنت الهيمة ومست داري ليتام، وحقك يوم ولا ادخل دار ليتام أصغرهم يظل ينحب علي. الله 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 عليك. ولسين ما يهمن البرز بالسيف والسن، وما يهمن العمر لو فات والسن. ما يهمن العمر، ما يهمن العمر لو فات والسين، إما والسين الأخرسم طلع لصوت، الأخرسم الأخرسم طلع لصوت، ولسان يتخص ارقام ويامير علي. لوين ظنوني،
لوين ظنوني بالحب وصل الناي، لوين ظنوني بالحب وصل الناي، الكهف وبموس باشط وصل الناي، امانه امانه يل شفتها وصل الناي ونفخه وقلها هيك النفس بي. الله تعبت والروح شيب راسه ملهى، تعبت والروح شيب راسه ملهى، وكنت غير الموادع راسي ملهى، بسبب هجرانك اصبح راسي ملهى وشماته براسي ويدبتون بي. انا العنقود يم عيني يدلي اموت ولا يمد شامي، اموت ولا يا لا يا لا لا يمد شامت يدلي بالعميان قام الحاضر، بالعميان قام الحاضر يدلي وانا بشمس الضحي يقودون يقودون بي. وانت تهت من دونك وما قلت وانت، اوي وان قلبي وتطيح الطير، وانت بعيد الحب هديتك عمر، وانت بعيد الحب شنو تهدي الي؟ كلمة نظيمي عبيلي لعبلة لعبلة ولف لعبة على قليبي لعبلة عنتر أنا عيب أخضع لعبلة إذا ما تجي عبلة تبوس يدي. الله الله سيف جميل عمر. وين أقدر لك أنا تقشمر الشيطان، وين أقدر لك أنا تقشمر الشيطان، ما ألام إذا تخدعني بالعشرة، مو تفاحة لو أنت بمكان إبليس شا خليت آدم يأكل الشجرة. الله كان أيامنا واصل، كان أيامنا واصل إلى الهام، بطلناش عجب شو هسه منهيم، اشو حبنا ضعف يوما بعد يوم، يمكن حبنا جاي يسوي ريجيم. الله الله بديت عفوا بديت جنك وبثقل وياي بديت، وماي عيوني لك كم عام بديت بديت، ابديك وغرب يا حيف بديت بديت علي وشمتيت عداي بي. مشوا واصغر جرح بالروح ظل عين، مشوا واصغر جرح بالروح ظل عين، وعين عين من البواج تبان ظل عين، ما همني لطعني عمر هادي، ما همني لطعني وكسر ظل عين، الكسر بحجايتي مأثر علي. الله الله, الله يا حبيبي اتزوج مبارك عليك، بالرفاه يكون بس لا بالبنين، هاي دنيا وكل شيء جايز مو بعيد، بلكي الله يسهل وتطلقين. إلك غيري صبح وصفة ونالك، وعليك قلبي ما بطل ونالك ونالك، كنت لك دنيا بكملها ونالك ونالك، كنت همزة وصل ما تقرهية. ساكت والمصايب كل من وجفن من البواكي، ساكت والمصايب كل من وجفن من البواكي، اما كل مني ما اعتب على حالي، شلون اعتب شلون، ما اعتب ما يعتب على حياتي، كله مني كله مني، ايش مدرين الدلالي عيم علي. مو مرجية منك بس هالايام، مو مرجية منك بس هالايام، اخذلتني وتشفي لجلك بس هالايام، وحق عرسك نسيتك بس هالايام، عليل امو مكانك فرغ بي. الزمن رمالي زرعي رمشتلي،
الزمن رمالي زرعي، رمشت لي أنعمة واللوايت، رمشت لي المنية ما لقتني، رمشت لي ما عندها رصيد تدق علي. الليلة الليلة شمحلى ساعاتك عمرنا، هدمنا الحزن، هدمنا الحزن وبجيته عمرنا، عمرنا ابن الموصل ويانا، عمرنا عمرنا وابن بغداد والبصرة الأبي. الله زين، أمورك طيبة. جميل، صح لسانكم. شكرا. أكيد مخرجنا ولا يهمك، نختم لأن شنو ما باليد حيلة. أنا جدا سعيدة بهذا اللقاء وياكم، بس قبل كل شيء أنا ردت منك تجيب لي صبغيدي من البصرة وما جبت لي. أجيب تدري ليش؟ لأن خبرتك وأنت بالطريق. وأنا أحب الصبغيدي مال البصرة، بس إحنا راح نضوق. حق طلعت من البصرة وخابرت. خلاص أنا أجيكم ولا يهمك، راح نضوقك من عسل البرنامج أنت وضيوفي الأعزاء. شباب أنا شاكرة لكم حقيقة وجدا ممتنة على هذا اللقاء الجميل، يا ربي يتكرر وياكم. مبدعين ومتألقين، نبلش وياك يا سيف. الله يسلمك. كم حبيبة عندك؟ اتحت منين علي بالعسل؟ ان شاء الله ايامك. يعني متروسه لو بس فوق؟ بلا متروسه. بحساب. الف عافيه، صحه وهنا. شكرا. ان شاء الله ايامك كلها عسل يا. شكرا يا عسل. يا سيف تسلم لي. اذا نروح لمن؟ نروح للمتزوجين. ماكو جيمر يا؟ لا ماكو جيمر، رايده. انت جيمر. تسلمي لي يا رب. يلا اليوم يا من مولدت. احجز لك فراش خويا. مصطفى التابع. اكيد والله ان شاء الله. تحياتنا لها وين ما تكون. و شكرا جزيلا لك، نورتنا يا عمر. تسلمي لي. روح لي المتالق عمر هادي. عموري شكرا، يعني نورتنا. هذا نورك وايامك كلها عسل ان شاء الله. ان شاء الله يا رب علينا. تفضل يا عيوني. يم 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 يم. اوفا. شكرا لك يا شباب. شلونه؟ مشكور. طيب كلش. الف عافيه. شاكره لكم حبايبي ضيوفي اصدقائي اخواني الاعزاء، انا ممتنه لكم. سيوفي ممنونه، هذا اللقاء اكيد مو الاول ولا الاخير وياك، وان شاء الله يتجدد اللقاء وياك. تسلم لي هوايه على كل اهلنا. وين يوصل ان شاء الله؟ البصره. يوصل وايد. تسلم لي عليهم. شكرا لك. شكرا يا عمر. شكرا. تحياتي لك وقبلاتي للموصل. تسلمي لي روحك الطيبه. وشكرا للام سي بي، وشكرا لادارتها ولخلف الكواليس والمخرج. تحياتي لكم كلكم. الله يسلمك، شاكره لك. شكرا يا عمر، اتمنى لك كل التوفيق وتحياتي لمدامتك العزيزه. شكرا لك، واتمنى كنا خفيفين نظر على كل مشاهدينا الكرام، وشكرا لكل من تابعنا، وشكرا لك طبعا هوايه خفيفه على الدعوه اللي اليوم خلتني التقي باخوتي سيف وعمر. ان شاء الله استمتعت وياهم وكان في تناغم، انا لاحظت هذا الشيء وكانت لحظات كلش ممتعه. الله ان شاء الله يا ربي بالتوفيق لكم، وان شاء الله اشوفكم نجوم لامعين اكبر واكبر من هذا الابداع اللي انتم فيه. تحياتي لكم. اذا مشاهدينا الكرام وصلنا الان وين؟ الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. يا ربي يتجدد اللقاء وياكم. مو اليوم، اليوم راح وانتهى بالخساره. باكر الجمعه راح تكون الاعاده الساعه 2 الظهر، لا تفوتون الاعاده. يا رب ان شاء الله حلقتنا عجبتكم، وتحيه حلوه من مخرجنا غانم حميد وزكي ايضا المتالق اليوم، كان حقيقه لمساته جميله على البرنامج. تحيه لكوافيري جهاد صالون اريدو وبيداء الماكيره وسنتر بيوتي سنتر، تحياتي لهم للازياء. مشاهدينا الكرام تواصلوا ويانا، ومسجات والفيسبوك راح يكون شغال امامكم وموجود، تقدرون تراسلوني وتكتبوا لي مسجاتكم واقتراحاتكم على البرنامج. شهد الشمري خاصه، بس هذا الاكونت ما عندي غيره، واتمنى لكم احلام سعيده وتصبحون على خير. ودعت الله.